مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي المؤشر. طبعا اسمحوا لي أول شيء أن أرحب بمعالي الحاج عبد الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وهو بحب النادي حجي وهو وزير وعين سابق أيضا. طبعا هذه الحلقة ستتناول ما يطلبه المستثمرون، يعني احنا مش ما يطلبوا المستمعون، ما يطلبوا المستثمرون من الحكومات المتعاقبه. نعم. وهذا يعني اخذ جدال واسع ومعاناه يعني لا تنقطع. نعم. منذ الحكومات السابقه. وكل عام بخير بمناسبه مؤيد الدوله. وخليني ابدا بالسؤال الاول معالي الحاج. مؤيد الدوله، بتعرف اليوم في اصوات كثيره بتحكي تعالوا خلينا نأمم هالشركات وهي الحل وخلينا نسطو عليها. طيب من مأوية الدولة وانت يعني بتعرف ومطلع، من الذي اسس الشركات في الاردن؟ كهرباء، فوسفات، اسمنت، الملكية الاردنية، الشركات الكبرى، البوتاس، يعني من الذي قام بتأسيس هذه الشركات؟ يعني الدولة بدأت فقيرة طبعا، ما كان عندها فلوس. لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا لأخي عصام قضماني لهذه الحلقة الليلة، وبداية شكرا للقناة عمان الأولى، وبشكركم جميعا نبارك لجلالة الملك عبد الله الثاني بهذا العام القادم. إن شاء الله يكون عام خير وبركة على الأردن، وربنا يحمي الأردن. أخي عصام، الحقيقة يمكن القلوب على بعضها. الموضوع المائة عام نحتفل فيها إن شاء الله، عندما نستعرض الأردن، وأنا من جيل اللي يمكن يقول يعني عشت مع أربع ملوك، الله يطول عمر جميعك عبد الله الله يرحم جميعهم. الأردن ابتدأ بخطة من يوم تأسيس الإمارة أنه عطوا القطاع الخاص مساحة واسعة من العمل. الأمير المؤسس، وأنا أذكرها وأنا شاب صغير أو طفل يمكن، كان يوميا في عنده الديوان في الخيمه اللي بجنب بسمان الان قبل ما يصير بسمان، كان يجتمع مع الامراء الادباء، مع الكتاب، مع السياسيين وتجار عمان طبعا، ومن ياتي من الاحرار الاردن العرب يكون في ذاك الديوان، كل من ياخذ حصته في هذا الشيء. فكان يصير في برنامج اقتصادي نسميه من البدايه واجتماعي. الان المائة عام على الاردن ان شاء الله، أحفادنا بيحتفلوا 200 سنة. اللي تفضلت، اللي أسس الشركات الكبيرة هو القطاع الخاص، وبالذات أنا بقول مش لأني بس عماني، تجار عمان. نعم. وكل واحد فيه له قصة. يعني أنا إذا بدي أذكر، لأني أنا اشتغلت بالعكس العبين بشركة الفوسفات فترة، كناقل للفوسفات. من قام بكل فكرة الفوسفات كان أمين قعوار، وأنا كنت أشوف المغر كيف كان ينقلوا. نعم. بالكريك وبالمجرفة الفوسفات، وأجلك على يحملوه على الدواب. طب هذا الإنسان مش طبعا بنحكي مثال له، بس نرجع نحكي هاي الفوسفات. إذا تحكي على الكهرباء، الله يرحم الحاج محمد علي بدير مع زملاء له، وجدوا أنه إحنا بدنا نشغل كم ساعة بالنهار، بعدين شوي شوي أخذوا من مولد الصابر كان عنده مطحنة وياخذوه منه بالليل يستعملوا الموتور، وبعدين شوي شوي كبرت. وهي ما شاء الله اليوم عمان شركة الكهرباء الأردنية عمان عندها، والسلط، واعتقد الزرقاء، هذا كله بهمة القطاع الخاص. لكن الشركة الثانية الملكية الأردنية، الملكية الأردنية، الاسمنت، المصفاة، الملكية، يعني ما بدي اسمي اسماء، كلهم خير وبركه، يعني ما بدي الاسماء حتى ما طيب بالعكس يعني انا بهاي يعني حتى ما بنحكي بالمئوية اليوم، فهذا تاريخ قناه الغور الشرقيه. مين بيعرف عنها؟ مين قام فيها؟ اللي اشتغل فيها سمو الامير حسن، عمل خطه ثلاثيه والخماسيه. لازم نذكر الاسماء والاشخاص، عمر عبد الله ومنذر حدادين، الله يطول عمر دكتور منذر ويرحم عمر عبد الله، هذول كانوا يعني اصل العمل الفعلي. وكان كل القطاع الخاص يجتمع وينزل على الميدان، ما كانش في اي نظريات. فهذا اللي اليوم الاخوان اللي بيتمتعوا، اخوان الاردنيين والشباب بيتمتعوا بهاي البنيه التحتيه، كانت من عمل شراكه حقيقيه بين الحكومه والقطاع الخاص، كل الحكومات
يعني المرض على الأردن. في فترة من الفترات صار في نوع ما يسموه التخاصية. لا بس قبل التخاصية أنا بدي أسألك سؤال. تفضل. بدينا قطاع خاص. نعم. في عهد الإمارة. نعم. بعدين تراجعنا دخلنا على التأميم. نعم. وصرنا نتباهى بأبطال التأميم. نعم. بكتب مذكراتهم اليوم. نعم. أبطال التأميم. أما الشركات بدأت الشركات تخسر. من هون أجت فكرة برنامج الخصخصة. يعني مش فقط خصخصة لحاجة الدولة إلى المال، فقط لأنه الشركات عم تخسر، فصان صارت تخسر، الملكية صارت، وبالتالي انتقلنا الآن إلى المرحلة عودة الأصل، يعني عودة هاي الشركات إلى القطاع الخاص الذي هو أسسها. طب أنت تعطيني بس فكرة، وأنت عايش كل المراحل. سلبيات التأميم وسلبيات وإيجابيات ملكية القطاع الخاص. بديش أنا هاي الخصخصة الناس بتنفر منها. بدنا نحكي سلبيات إدارة القطاع الخاص أو إيجابيات عفوا إدارة القطاع الخاص للمشاريع وسلبيات إدارة القطاع العام للمشاريع. يعني أخ عصام يعني نتكلم فيه يعني بالأرقام. القطاع الخاص هو أفضل من الحكومة بالإدارة. شيء طبيعي الحكومة عليها واجب ولها التزامات. القطاع الخاص بيقدر يتحرك أسرع، قراراته تكون واقعية ومكلفة كلفته أقل. لذلك نجحت الفوسفات لما كانت قطاع خاص، نجحت المصفى لا تزال، شركة الكهرباء الحمد لله تزال. الفوسفات لسبب ما الناس تقول انباعت، لكن للأسف يعني صار ما صار فيها، إن شاء الله بتنعاد الآن. البوتاس الله يرحم علي خصام اللي كان وراء البوتاس، شركة البوتاس العربية وجاب مستثمرين عرب ولا يزالوا معنا. الفكرة اللي بالإدارة أنه الحكومة يعني حتى يوم تفضلت أنت للتأميم أو القصقصة، أنا واحد من الإخوان يعني ومجموعة كنا قلنا أنه خلينا الملكية للشركة، إذا الحكومة بإدارتها الضعيفة جيبوا شركات تدير إدارة. لكن ما كان في حدا يستمع، بدهم خلص بدهم فلوس، بدهم يبيعوا حصصهم، شغلوا الوزراء، وبدهم يبيعوا حصصهم بالفوسفات بالاسمنت بالكهرباء وما ذلك. مشان طب اخذنا الفلوس وين رحنا بالفلوس؟ ما بعرف لا او بعرف بس مش هذا مجاله تركنا هلا مش هذا مجاله. لا هي تم شراء جزء كبير من الدين فيها مشان نوضح مع الناس ما يفهموناش غلط. لا احنا لا طبعا ما بنقول بعض يعني الاموال على بعض المشاريع. بتتذكر لما اشترينا الدين انت موجوداتك زادت دين كمان مشكله. انت بتبيع شيء حتى تعيد استثماره بالضبط، وهذا اللي طرحناه. فكان الافضل هو اعاده استثماره كذا طرحنا. واخر مره يمكن طرحت امام جلاله الملك انه لازم نعمل اوفست بروجرام، البرنامج هذا انه كل الشركات المساهمه الكبيره من البنوك او الكبيره من ارباحها السنويه بناخذ صندوق استثماري. نعم. حتى نفتح مجال لمشاريع جديده ونخلق فرص عمل. وبنعطي هذه المؤسسه او هذا الصندوق فرضنا 5 سنين اعفاء، سميه ضريبي اعفاء من الضمان حتى تخلق فرص عمل. لانه انا ما عندي الاردن ما عنده فلوس زي امريكا تقول والله انا بالمليارات عم برمي، انا بقدر اخلق فلوس من فلوسي. لغايه الان والمشروع مبين متوقع. طيب حجي الحكومه اليوم عم تحكي عن خطه تحفيز يعني بعد مرحله كورونا، وعم تقول انه انا بدي اعمل نمو سنه 2021 2.5%. طيب حتى تحقق هذا الحلم، نعم انا بسميه حلم لانه لحد الان ما في يعني حلم. ما يوحي بذلك. نعم. من اين يجب ان تبدا الحكومه؟ طبعا مع كل حكومات، وانا ما بحكي باشخاص كلهم طبعا احنا بنحكي عن شكل هذا. نعم. الحكومه الان داخلين احنا 2021 الاقتصاد الاردني داخل عريان، لانه ما تحقق له من ارباح بسيطه جدا في 2020 2019 انفقها في 2020 نهايتها. لا نحن داخلين على 2021 بأسوأ وضع اقتصادي، حتى ما الاخوان يتشائموا انا بحكي قناعتي ومنطقي. الحكومه عليها الان ان تحط ايدها بايد القطاع الخاص، مش بروتوكوليا تقول لي والله وزير زارني وزاره الوزير. بده يكون في برنامج او خليه اقتصاديه لاسبوع لعشرة ايام كل الحكومه او الفريق الاقتصادي الحكومي
مع مؤسسات القطاع الخاص. لابد أن نطلع بشيء. عندنا إمكانيات، عندنا قطاع التكنولوجيا اليوم. أنا بقول كنت بدي أسألك عن القطاعات السريعة يعني التحفيز. قطاع التكنولوجيا سريع، الزراعة بدي أجي على الزراعة، لا. السياحة طبعا وضعها ما دام الكورونا بالمنطقة ما هي سهلة، لكن في بس في دول بدأ يعني في ناس يعني في هلا في دول فتحت البارحة ما يعني لما شفنا احتفالات العالم برأس السنة هاي دبي امبارح والله حزننا احنا سكرنا الساعة 9 والعالم بدأ الساعة 9 يعني إذا بنرجع في عندنا قطاع الزراعة وكنت بدي يعني أنا بدي أتكلم على موضوع الباقورة والغمر. نعم جلالة الملك مشكورا خلال قبل سنتين قرر انه عدم تمديد هذه الاتفاقيه مع العدو الاسرائيلي. كانت اسرائيل يعني بالنسبه لها منجم ذهب الباقوره والغمر من زراعات تكنولوجيا عاليه. نعم لغايه الان ما تحركنا. الان هدول بدهم يزرعوها يعني زيتون. لا يا سيدي الله يخلينا يستفيد. انا ما اسف بدي استفيد من العدو وتجاربه لانه هي تكنولوجيا. طبعا ها وفي ارقام، الارقام تتكلم. نعم. فأنا أتمنى أنه هذه المنطقتين يا ربي إذا كان في يعني ملكية قطاع خاص يرجعوها هذه ضمن برنامج زراعي موحد. إذا القوات المسلحة الأردنية حابة تشارك في هذه المشاريع الله يحييها وافتح المجال للقطاع الخاص نرجع نحيين بسرعة. صرنا سنتين يعني محررين الحمد لله، لكن لغاية الآن ما سمعنا في أي مشروع أنه ممكن نعيد النظر في هذه المنطقتين. هذول حالهم بي واحدة 6000 دنم واحدة 4000 دنم يعني كلهم تربة مياه موجودة حسب مصادر وزارة المياه. لا. والبنية التحتية موجودة لأنه تركوا قوات الاحتلال تركتها. فلازم إحنا يعني هذه أهم بتطور موضوع نتحرك فيه بسرعة، وهذا ما بيحتاج إلى يعني لأموال. الكفاءات الأردنية موجودة، العمالة موجودة، وفي فلوس. الموضوع الثاني اللي لازم نتكلم فيه كمان موضوع الغاز. أنا عارف إنه وقعنا مع إسرائيل تمديد الغاز. الغاز يا طويل العمر حسب معلومات الرسمية الأكيدة من شركة بي بي اللي كانت يوما ما عندنا وتركت عندها الداتا، عندها إحصائيات إنه الغاز الأردن موجود لغاية 250 مليون متر مكعب قدم مكعب. آسف إحنا اليوم امبارح صرحت الوزارة أو الشركة بتقول طلعت ب 8 مليون. طيب ليش هذا ال 250 ليش ما يشتغل فيهم؟ نعم كل ما تحكي منوجه لوزارة الطاقة. وزارة الطاقة تفضل إحنا في مين يشتغلكم، في يعطيك مساعدات فنية. إحنا مش بحاجة لمال، المال موجود. بس ذلك أنا التأخير في هالظروف هاي الأردن بحاجة لي عملية سريعة. كمان الناس تشك انه قرار عدم استخراج اذا كان في ثروة حقيقية قرار سياسي لاسباب سياسية واسباب ما في علينا اي ضغط سياسي سيدي. نعم. انا سألت وسألت يعني نقول صاحب القرار جلالة الملك صراحة كنت صريح معه قال لي حمدي ما عندي شيء توكل الله. فبدنا ما تفضلت قبل شوي بدنا حكومة تاخذ قرارات. حكومة تاخذ قرارات. تاخذ قرارات وننتهي من الاجراءات اليومية والقرار الاداري هذا ما بيحل المشكلة. حج الحلول المالية والاقتصادية برأيك؟ أنت بهمني الاستثمار. لا رح نيجي على الاستثمار. لا لا إذا كل الحال المالية. عبالك عبالك. على مهلك. بس أنت يعني أنا شايف لحد الآن الحكومات. يعني حكومات إلا في عنا قضيتين يعني. ولا زلت أنا قنعان القطاع الخاص والجمعية للأعمال قنعينه. وقدمناها لمعالي الدكتور عمية طوقان. الضريبة بنسب الضريبة الحالية إن كان ضريبة مبيعات أو ضريبة دخل. نعم. زائد نسبة الضمان الاجتماعي، والرابعة هي الكلفة الطاقة. نعم. هدول الأربع بنود العواميد لابد لإعادة نظر فيهم إذا بدنا نستمر في صناعاتنا في خدماتنا. أنا بهذا الشكل وهذا الحجم من الضرائب ما بنطلع. ما بقدر. نعم. وأنا كمستثمر عربي أقل شيء بدي أقول ما عاد الأردن وجهة استثمار إلي أولوية. في دول أخرى عندها أمن واستقرار وعندها قوانين أفضل بكتير وكلفة أقل مني. نعم. فهذا المطلوب طب يعني. طب نحكي استثمار شوي. استثمار. فضل. بس أنا بدي أبدأ بسؤال صعب يعني عكس ما يقال يعني. هلأ في وحدة اسمها وحدة حماية المستثمر في. نعم. في هيئة الاستثمار. والأمن العام ما شاء الله يعني بهب. نعم. لكن مع ذلك
لا يزال كثير من المستثمرين بتعرضوا لابتزاز ولضغوط مش معروف. يعني ما حدا لحد الآن قايل لنا هذا اللي ضغط تعالوا صوروه وهيو، هذا اللي ابتز تعالوا صوروه. هذا هناك ابتزاز، هناك شكاوي، ليس هناك مبتزين وليس هناك مجرمين. نعم. انتوا بتجيكوا شكاوي بجمعيه رجال الاعمال من هذا؟ طبعا الموضوع. يعني شكاوي شيء. طب تحكي لي عن هذا الموضوع اكثر يعني، ولا يزال قائم بالرغم من كل هذا التجديد؟ هلا احنا اذا نحكي عن هيئه الاستثمار عندها مندوبين عن الوزارات. في عندنا مشكله كانت يعني من يوم ما تاسست الهيئه، انا كنت فتره معهم، التفويض الكامل لمندوبين الوزارات مش كامل. يعني انا اذا مندوب وزاره معينه وقاعد باللجنه لازم اعطي قراري ما ارجع لوزارتي. انا كمستشفى فايد لعندك خلال ساعه لازم اخلص لك شغلك. يمكن افشل النافذه الموحده، ما النافذه، النافذه الموحده صلاحيتها محدوده، هاي المشكله. فانت كمستثمر مش فاضي تروح على وزاره الصحه ولا على علامات عمان ولا على البلديات. انا خلال ساعه ما دام كل اوراقي جاهزه وجايب لك كل شهاداتي ان كان تسجيل الوزاره او التجاره مراقب الشركات، انا لازم بعد ساعه تقول لي تفضل توكل على الله. هلا موضوع الامني هذا دور الدوله، انه انا كمستثمر لا بتجيكوا شكاوي بتجيكوا كذا. طبعا بيشكا عم يشكا. طيب دور الدوله انه ما هو كمان في عندنا مشكل انه والله بقول لك انا في عندي هاي الاراضي بدي اخليها ل طب انا اشتريتها من يعني ما شريت انا بفلوسي الارض هاي ومن حقي اني استثمرها ما دام الحكومه صنفتني عملت منطقه صناعيه مثلا في الموقر. امبارح اعلنوا عن منطقه صناعيه جديده مثلا بالكرك. نعم. معناتها الحكومه يوم عملت هالمناطق هاي عارفه انه هذا الملك هذه الاملاك لها وعم تبيعها او تاجرها للقطاع الخاص. واجبها حمايه المستثمر امنيا واجتماعيا. في عندنا حالات للاسف صارت اساءت لجو الاستثمار في الاردن بدون ذكر الحالات. نعم. طيب يعني واضح انه في عندك حالات بس ما بدك تحكيها، واذا كانت لسه مستمره احنا للاسف يعني للاسف الشديد هاي زي ما تفضلت يا سيدي. لكن انا يعني هذا الركود اللي احنا فيه اليوم والانكماش، ركود ادى الانكماش اقتصادي هو يمكن مش جديد، سبق احنا دخلنا على 2020 على الاشياء عندنا تباطؤ 2019 بالضبط، بس احنا سبق في سنوات سابقه عانينا من ركود. نعم. طب شو الحلول المطلوبه حتى نخرج من الركود بسرعه؟ لانه الناس لما بتحكي لهم والله هذا الموضوع حسب تصريحات الحكومه بده سنتين، طب الناس ما هي مضغوطه اكثر. ما على ما اذا ينبغي على الحكومه ان تفعل للخروج بأسرع وقت ممكن من الانكماش الاقتصادي؟ هو أول شيء حتى يعني من يعني الكورونا والجانحة اللي جتنا أجت للعالم كله طبعا. نعم. والعالم تضرر بنسبة متعينة مختلفة حسب اقتصاده. الأردن كبلد كان معتمد أساسيا على المغتربين ولا نجي على نجي دورنا عليها عندنا على السياحة، كان السياحة الصحية أو السياحة الاثار، والفتره يعني كانت اخذت جائزه كان يجينا حوالي 3 مليار من السياحه. الرعايه الصحيه وضع المستشفيات الخاصه اليوم وضعها يعني مش مريح. السياحة الترفيهية كمان. طيب انا بتصور لازم سالتني سؤال، اول شيء برجع على هدول البندين. اول شيء الرعايه الصحيه ماذا يمنع اني انا استقبل مرضى عرب؟ انا بقول له زي ما عم تسافر بفحص حالك بالكورونا وبتيجي لعندي قبل 72 ساعه. نعم. خلص وبعدين يعني بعمل انا بعمل يعني ما دام هو يعني لا سمح الله مش مصاب مثله شو المانع ما يضله عندي في الاردن؟ يعني ليش ليش ما نفتح هالشيء هذا؟ وهذا بيرجعني على السياحه. اليوم يعني بعض الاخوان حكوا انه نعمل مناطق سياحيه خارج الكورونا، اليوم رم شو بيمنعني اعمل رم انا افتحها للشو اسمه للسياحه؟ ما بدي اقول والله جرش وارض اسمه مدن فيها، انا بروح على رم اليوم بروح على الفترة بعمل وعندي فنادق بالفترة يعني مغلقة. ففي في تفكير جديد اليوم. نعم. العالم جاي على على ببتكر. على جايين على مصيبة كبيرة، بدنا نفكر بصريحة غير تقليدية. نعم. لا تقول لي والله بدي أعدد لك هاي بدي أعمل لك هاي أشوف الوزير الفلاني ما عادش في وقت نشوف وزراء
ولا بدنا نشوف يعني ولا مقابلات ما بتني ما بتهد. بدك تحط برنامج وتتفق الحكومه عليه وتوقع عليه. خلص انا وياها نوقع عليه يعني دستور جديد اقتصادي. طيب ما عليك قانون الاستثمار بيخضع اليوم للمراجعه يعني واضح انه هاي الحكومه فتحته. شو المطلوب تعديله بالضبط بقانون الاستثمار؟ اول شيء انت كمستثمر جاي على الاردن بقريت القوانين تبعها كلف الطاقة كلف العمالة كلف الأرض كلف المياه ثم تأتي إلى الضرائب. أنت ما بيجوز لك يعني لا يجوز أنا كمستثمر بعد ما أسس استثماري وأبلش أشتغل أتفاجأ ولا غاية ثاني يوم طالعة تعديلات كمان تعديلات والجمارك تعديلات والعمالة تعديلات بضب أغراضي وروح. فبدنا احنا الاستثمار قوانين الاستثمار يعني الدكتور خالد وزني الله يسهل عليه اخذ قرار بعشر سنوات اني يعني انا بلتزم مع المستثمر ما تتغير هذا الشيء. تطلع بكره تصريح من الحكومه انه احنا خلال 20 سنه القادمه اي مستثمر في اي قطاع ما بتتغير عليه القوانين. والشيء الثاني بدي ارجع عليه القوانين نرجع على الضمان الاجتماعي. احنا القطاع الخاص الاردني وصرنا حاكين اكثر من مره النسبة هاي عالية صارت علينا مش قادرين ندفع 21.25%. حكينا أكثر من طريقة يا بتعفونا 21 مثلا تعفوا القطاع الخاص 6 أشهر أجلوا له مناش نعفيه أجل لي دفعاتي ل 6 أشهر حتى يعني أبلش لأن أنا داخل على 21 جيوبي فاضي منفض تمام. فهاي بدها قرارات سريعة. بنرجع على المستثمر كلف الطاقة الى متى بتضلها بهالطريقه هاي؟ يعني في عندنا شيء خطا. بتحكي بقول لك انا عن يعني كل شهر بتغير لي انت سعر المحروقات على سبيل المثال. على اي شو الطريقه؟ اعطيني انا كمواطن اعطيني سعر يومي اعطيني المعدل الجديد ليش غيرتها؟ اعطيني سعر يومي وخلص كل ما بعطيك بقول لي لا 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 انت ما تقرب على سعر الطاقه هذه ما حدا بيقرب عليها. طب ما رضي اعطيني سعر يومي زي العالم اعطيني سعر يومي للعالم. طب ما عليك يعني انا بدي اسالك سؤال ثاني بتعلق برضه بموضوع الـ 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 الاستثمار في يعني هل انت مع منح الجنسيه للمستثمر ولا الاقامه؟ يعني شو بتفضل بهذا الموضوع؟ يعني انا بدي اضرب لك مثل الجنسيه تمنح للمستثمر كفرد لما بيجي بده يطلب اقامه لاولاده صعبه شوي. فهل انت مع مثلا انه تعالوا الغوا بيع الجنسيه للمستثمر بيع الجنسية واعطيني إقامة لي ولعائلتي ولادي انا بدي ولادي معي هون كمستثمر. يعني المستثمر في عنا نوعين مستثمرين في مستثمرين اوضاعهم في بلادهم والبلاد العربية خلينا البلادون تسمية مضطرين ياخذوا جنسية حتى يقدر يتحرك للخارج ليتم شغله. يعني بده جنسية اردنية بده يطلع لاوروبا على امريكا الجواز تبع بلده يا منتهي يا انه ما ممنوع يعني يمنح تأشيرة. فهدول لابد أن نعطيهم جوازات سفر حتى مع عائلاتهم. نعم ما في شيء. الإقامة وزير الداخلية بيقدر يقرر بكرة يقول أنا هل بيستثمر 100,000 دينار كرقم مثلا بياخذ إقامة هو عقل عائلته. أنا هدول بيشتغلوا عندي بيستأجروا دار بيروح على المطعم بيشتري سيارة بيدفع ضريبة. نعم وامنيا الحمد لله احنا بدون ما يحط 5 ملايين هون ليش 5 ملايين ويشتري سندات ويشتري هذول يعني هل تعتقد انه ربط الاستثمار بفرص العمل افضل؟ يعني تعال انت بدك تستثمر مشروع بدي من هذا المشروع يوفر مثلا هو بيقترح مستثمر 100 فرصة عمل بعطيك برنامج زمني خلال فترة زمنية وفر هذا المشروع 100 فرصة عمل تعال خذ هاي إقامة مرحبا وبالتدريج تمام يعني مش هيك أفضل؟ أما نحط أنا والله سندات تفضلت أو أحط وديعة أموال في البنك المركزي طب ما يعني ما حلت مشكلتين. أنا ما تفضلت أنا بدي إياه يحط فلوسه في مشاريع. نعم هو يقال ما عليك أنه أفضل قانون للاستثمار ألا يكون هناك قانون. إيش رأيك؟ هذه بتذكرني بالزمانات. إيش رأيك بالكلام؟ وأنا بالوزارة جيت على الوزارة وأنا بالغرفة كنت يعني بدون قانون أمشي لجيت لقيت في لجنة الترخيص ترخيص نعم جيت عليها كل موظفين إخوان زملاء الله يطول عمرهم نعم
شو الترخيص؟ قال عنا علامات من 10، عصام ما صب علينا عطوا 5، فلانة رحت على رئيس الله يسهل يطول عمره الدولة زين رفعت له بسمير رجاء أنا ابن السوق تمام، هذه حكي فارغ. شو بدي أنا شو بدي المستثمر؟ قال شو أنت بدي ألغيها، اللي بده يعمل يستثمر يعبي لي أنا وأعطي استبيان يقول لي بدي أحط رأس مال ليرة 10 100 بدي أشغل كذا، شو بدي في غير هيك؟ قال توكل على الله. بعد جمعة الله يرحمك يا فايز الصحيمات كان مدير المدينة سحاب صناعي جديدة بيحكي معي بيقول لي حمدي بعرضك طول بالك علينا. شو مالك؟ قال لي ما في عندي محلات بدي أتوسع. طبعا شوف زياد عناب الله يطول عمره بالبنك الماء الصناعي بيقول لي حمدي بدنا قروض خلصت. افتح أنت للناس، خلي أنا مسؤول عن مشروع، شو بدك فيه الدخل من الحكومة دخل فيه؟ نعم. شو بدي أنا خلص هلي الأردن بلد استثمار مفتوح. صحيح. إيه من في عنا امتيازات لبعض الشركات اتركها، أما الباقي خليه مفتوح. خلي تنافس الناس. أنا بس بدي أفتح أنا وياك عصف ذهني، أنا أحب يعني حوار رائع. أنا قبل فترة كتبت مقال هل يعني يصبح الأردن بلدا ثريا؟ قامت اليوم يعني طبعا ردود وهذا. استحضرت تجربتين. تفضل. مماثلتين للأردن بالظروف. الأولى سنغافورة والثانية دبي. وهم ليس لا يعتمدوا على النفط ولا على الثروات. غيروا قوانين عملوا معجزة. اليوم انت بتحكي عن سنغافورة ما شاء الله دخل الفرد فيها وصل 40,000 دولار، وعن دبي بالأردن عنده إمكانيات هائلة لأن يصبح كذلك بمجهود. بنحكي عن قوة بشرية بنحكي عن كذا. طيب ما رأيك بهذا؟ مين رئيسة وزراء سنغافورة؟ هلا انت احكي لي ما رايك بهذا الكلاشي. هل يمكن اذا الاردن فعلا اخذ خطوات جريئه في هذا المجال ونسي اسرائيل وقد بقول لك اسرائيل جنبنا؟ طب ما اسرائيل دوله صارت ما شاء الله يعني وطنشت كل الدول العدو المحيطه. طيب كويس، هل فعلا امام الاردن فرصه اذا اخذ القرار الصحيح ومشى في الطريق الصحيح بالشفافيه بمكافحه كل هذا يمكن أن نصبح دولة ثرية بدون نفط بدون ثروات؟ أنا 100% معك. أنا بتصور أنه جلالة الملك عنده القناعة كاملة أنه الأردن بيصير سنغافورة، لكن بدها يعني نفتح الحسابات كلها. المسيء يتحمل خطأه. في ناس بقول لك لا تقول لي شمالي شمالي خلينا نبدا صفحه جديده عماني. لا لا في ناس بقول لك عفى الله عما سلف خلينا نفتح صفحه جديده. لا ما هو يعني هذا اللي رجعت اليوم على ديوان المحاسبة الدمج. طب ديوان المحاسبة يعمل تقريره السنوي بعد سنة بقدمه لرئيس الحكومة. بتكون الحكومة يا روحت يا أنا وياك روحنا. أنا بطلب من ديوان المحاسبة ومن دولة الرئيس أنه يقدم لك ربعيا كل 3 أشهر يعطيه تقرير المسيء اللي تفضل لتحاسب. نعم. واللي أنجز الله يحييه نعطيه كمان جائزة. للأسف صفيان ديوان المحاسبة يعني قضية صار شكلية مع كل تقدير للديوان واحترام لهم، بس الدنيا تغيرت اليوم. انت اليوم على على على, على, على تليفونك بتستثمر بالبيتكوين زي ما نقول بأي شيء كل دقائق بشتري وببيع بطاطا. فبده يرجع ديوان المحاسبة حتى يشعر المسؤول الموظف انه انا نعم في عندي مراقبة زي الشركات عندها بدك حسابات اذا اختلف. يعني قصدك انت درء الخطأ قبل وقوعه؟ قبل وقوعه لانه يعني مش يصير واسجله. شو الفائدة اسجله؟ سجلنا على شو اسمه مخالفات، شو الفائدة منها؟ طيب معليش نرجع على الاستثمار. سنغافورة الاردن عنده كل عندك بنية تحتية سياحة عندك سياحة عندك العنصر البشري. اليوم احنا الحمد لله امية شبه معدومة، عندنا شباب وصبايا كفاءات، عندك جامعات رسمية وخاصة، عندك القطاع الصحي ممتاز، الطرق لحد ما جيدة، الكهرباء متوفرة بكل الأردن، المياه عندنا طبعا شح في المياه عم تحاول وزارة المياه مشكورة تحلها. فأنت عندك كل المقومات، بدك الإرادة والقرار والمحاسبة. طيب ما عليك الحكومات لما بتحط قوانين ولا بتحط خطط بتشاوركم يعني تأخذ برأيكم؟ قطاع خاص
كجمعيات بتعشوا عنا بتعشوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيك يعني شو منه هيك. احنا بنقول يا اخوان يا كل الحكومات كلهم يعني احنا كل الرؤساء والوزراء كلهم زملاء واحباء بنقول يا عمي احنا مو منافسين لكم، احنا الطرف يعني الفريق الثاني، خذوا من خبرتنا مجانا ها، واللي مخطئ فينا احنا حاسبوه، بس اقل شيء لا تجيبوا لنا تتعلموا فينا، كل يوم يتعلموا فينا انتم. القطاع الخاص ما عاد يتحمل يعني احترامي لتجارب جديده، وضع جدا صعب. نعم. بطاله عندنا ارتفعت فوق 23%، عجز الموازنه عندك اليوم 2.2 مليار غير تبع الضمان 7 مليار هدول حاطينهم على جنب. طيب انا وياك مسؤولين عنهم كمواطنين محسوبين بس، وانا مع الحكومه احط ايدي بايد الحكومه تفضلي انا حاضر اشاركك من بكره، خلينا نجتمع بس ما نجتمع بروتوكوليا. انت مقتنع بكل شيء الشراكه ال... لا انا مش مقتنع فيها، لانه يعني امبارح مين والله مع احد الاخوان يعني المسؤولين قلت له ما بصير شراكه بين القطاع الخاص والعام، الحكومه عندها شيء واجبات والتزامات والقطاع الخاص شيء، القطاع الخاص بيشتغل حتى يربح. انت من حيث المفهوم يعني قال لا انت بتعرف حمدي احنا لهذا الموضوع حطيناه للمشاريع الكبيره. يا اخي المشاريع الكبيره انت الحكومه شو لك غير تحطي لي تعليمات او جدوى اقتصاديه مبدئيه وتركيني ما يعني ما حتى الوحده نفسها يعني انت مع انه الحكومه ما تطرح مشاريع، القطاع الخاص هو الذي يتولى طرح المشاريع. اعطيه الحوافز مش عفات حوافز ويكون القوانين شفافه اذا تفضلت وفي سرعه الانجاز. انا ما في داعي يعني الحمد لله مراقب الشركات اليوم خلال ساعتين بتسجل الشركه ممتاز. طيب بعدين وبعدها بتبلش عاد الامور اللي في الفتره الماضيه قال لك لا ما بدناش يا اخي فنادق كان كثير فنادق، بدناش منتجعات في عندنا منتجعات، بدناش صناعه في عندنا مصانع البان كثير او مصانع كذا كذا، في ذلك الحكومه تولت هي يعني فرض قائمه مشاريع معينه على القطاع الخاص للاسف ولا شيء منها بشيء. لكن تفضل. انا عندي فلوسي وعندي جدوى اقتصاديه لمشروع وفي جاري عامل عامل انا بتحمل الريسك تبعه تمام ولا لا؟ انا بتحمل المخاطره. اترك الناس تتنافس بعضها. واذا بنرجع نحكي على سنغافوره، سنغافوره الاردن بيستطيع وهذا بده مجلس الملك يعني قرار سيادي ابدا قرار سيادي. عسكري ابدا سيادي ابدا. طيب معليك بتفائل ب 2021 اللي انت كمؤمن طبعا من تفائلوا بالخير تجدوه، اما بالارقام لا انه الارقام لا تقود الى لا، لانه اول شيء عندك بعض الاسواق العربيه شبه مغلقه عليك لاسباب كثيره، العالم لهالان ما عم بيقدر يخرج من الكورونا رسميا، يعني اوروبا بعيد براس سنه عيد الميلاد شبه اغلقوا. هلا انا الاردن ما عندي امكانيه الا يصير عندي انفتاح، وبدي اترك موضوع السياسي، بدي انفتح على كل الدول العربيه المجاوره. نعم. لانه هي اسواقي التقليديه، عندي الاتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا أرقامها ممتازة. نعم. لكن ما بيجوز أنه نترك أسواقنا التقليدية، وخاصة أنه النقل بصير يعني بطيء، يعني أساس النقل بصير رخيص بين الدول العربية. فأتمنى أنه 21 هل الحكومة جادة تجتمع تقعد تحط برنامج تلتزم فيه، وإحنا نلتزم القطاع الخاص معها حاضرين. طب انتوا يعني قدمت للحكومه الشيخ قبل اسبوعين ثلاثه قامت جمعيه الاعمال بعض الاعضاء مع الدكتور اميه طوقان الاخ العزيز نائب الرئيس. شو النقاط اللي ركزت؟ نقاط رئيسيه رجعنا حكينا قلنا لهم الضريبه ضد الضريبه بصوره عامه بدون اعاده نظر فيها، وكل ما خفضت الضرائب والدكتور اميه معي بيقول لي كل ما خفضت النظريه النظريه واحده كل ما خفضت الضرائب بيجيك فلوس اكثر. طب ليش ما وبتخف ونحكي بصراحه بخف التهرب. طب ليش ما نبدا في هذا؟ طب ما هذا طب مش انا واقف القرار. طب شو المانع هم ليش ما طب والله ما دام القناعه مشتركه احنا يعني. ابوابنا مفتوحه 24 ساعه ما دام القناعه مشتركه. دوله الرئيس بده يجتمع مع القطاع الخاص، حابب يجتمع مع من يرغب هو حر، بس ما دام نائب رئيس وزراء الشؤون الاقتصاديه عنده الملف، معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين المهندسه مها العلي انا على الزوم وسلمتها برضه وعدت لها الملف كامل، بدها ما عادش في وقت الا نتحرك وناخذ قرارات.
بدك نعم. تقعد 24 ساعة دوام مش ساعتين وثلاثة. نروح على البحر الميت نقولنا أسبوع زمان، نطلع ببرنامج كامل لخمس سنوات مش لسنة هاي، لخمس سنوات حتى نطلع من هالدائرة. يعني أنت مع البرامج لأنه بقول لك الأزمات مش مخليتنا نعرف نحط برامج متوسطة. ليش ما بحط؟ بحط. ما حطينا 2020 وحطينا أردن أولا وحطينا إحنا اليوم 21 في عنا أجندة نتعايش مع الكورونا. خلينا نكون واضحين إنه الكورونا موجودة. هلا نسبتها 6 7 8 9% هذا موضوع ثاني. ما بدي أدخل الموضوع الصحي. أنا بدي أتعايش مع الكورونا. شو بدك يا حكومة؟ تعال أقول إحنا وياك نقول لك في عنا 1 2 3 إذا بتعمل هيك بصير هيك، بتعمل هيك إحنا بهمنا نخفف عنك العجز، بهمنا نخفف عنكم الاقتراض. طرحنا قانون مؤسسة الزكاة وهي المشروع القانون موجود بالوزارة بالرئاسة. نعم. مشروع قانون الزكاة لو المؤسسة مشي فيه كان أنت بتخفف كثير من قروضك. في إمكانية. يعني أنا عم بقرأ الموازنة ديك اليوم، يعني أحد المؤسسات حاطين الاستثمار النفقات الاستثمارية 120 مليون دينار طول السنة، بينما مؤسسة من مؤسسات الدولة رصدوا لها 220 مليون وهي يعني مكافآت وليس هو نفقات الجاريه هي المشكله. نحكي على هيئات مستقله نرجع نحكي فيها من اول جديد. انت شو رايك بالمؤسسات المستقله ضروريه؟ لا يا وزاره يا هيئه واحد من اثنين. حلو تعطيني اكثر رايك في هذا الموضوع. يا سيدي انا الهيئه اللي الهيئه طلعت لسبب ما انا بقول الهيئه الناجحه الله يحييها والوزاره تروح ما عندي مشكله. بلاش يكون عندي 29 وزير 30 وزير، خلي يكون عندي 15 وزير وعندي هيئات مستقله ناجحه، واللي مش ناجحه يعطيه العافيه روح. معليك انت ابن عمان وابن عمان قديم الحمد لله. بدنا شرر كبير، بدنا مدينه جديده ما نسمهاش عمان. يعني انت شايف الازمه والاختناقات والضيق والمباني بدنا يعني بدي ارجع لمشروع الحكومه من الحكومات الدكتور هاني اظني كان انه بده كان يعمل زي مدينه جديده عمان الجديده يعني نسميها. هو ما شهد على كل اختلفوا على الاسم، لكن هل هناك فعلا انت حاجه ل هلا احنا احنا الدوائر الحكوميه هلا نعم. في بيطلع بعض الدول مثلا انا مثلا عمان اخذها مثل رحت لها اكثر من مره. عمان رتبوا امورهم حطوا الوزارات في شارع واحد نعم تمام، حطوا سفارات في شارع واحد مثلا. فانت كمراجع ما في اصل شيء، ضلك بهالشارع هذا من وزاره لوزاره لوزاره. السفارات نفس الشيء اعطوهم بيوت سفراء نعم. وسفارات والاسواق التجاريه تحددت. انا ما عندي معي تقول لي والله بكره شارع فيصل بدي احطه فرضنا ملابس، بس انا اطلع يعني انا كمواطن بدي اطلع دائره الاراضي الشمال وبدي اروح تبع الجنوب وبدي اروح تبع الويبده هاي دائره الاراضي وبعدين بروح على الماليه او على الجمارك. قديش بدك وقت غير امانه العاصمه؟ طب الحكومه الالكترونيه وين؟ ها الحكومه الالكترونيه وين؟ الله يرحمه تفضل. يعني حكينا الشباب موجودين، حكومة الإلكترونية موجودة اليوم. المعالي أمين العاصمة أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف يقول إن شاء الله ب15 شباط بدي أخلص كل أقول يا رب أنا، بس مشكلتك اللي أنت بتروح المعاملة. يعني ما بدي أحكي لك في معاملات عم تقعد 4-5 أشهر. والله إجوني مستثمرين انه عندهم قضيه بالمحاكم صار لها اكثر من 5 سنوات. قال لي حمدي احنا نقول لك سلام عليكم. تقول لي ليش؟ هو المسؤولين اليوم اسهل شيء على المحكمه. على المحكمه، على المحكمه, المحكمة. وهي اشار لها جلاله الملك في ما بصير هيك يا اخي. انت انه لا تثقلوا كاهل القضاء. انت على المسؤول انت الوزير او امين عام الوزاره. انت بتشوف المسؤولين بترددوا بخافوا. ليش بخافوا ياخذ قرار؟ ما بعرف يعني صار من الاتهام بالفساد ولا من الفساد الاجتماعي ولا إذا أنا قنعان مستعد أدافع عن نفسي. إذا نعم. مش قنعان موضوع ثاني. نعم. طيب إيش آخر نصيحة بتوجهها؟ آخر نصيحة أول شيء لحكومة الله يحمي الخصام. الله يحمي هذا البلد. لحكومة الدكتور الخصام. يا دكتور بشير الخصام. هلا عنده معركة ثقة الله يعينه. ويا أخي بعديها معركة موازنة. الثقة بكرة. وبعديها موازنة. بعد الثقة الموازنة، لكن لا تنسى إنك تقعد مع القطاع الخاص قعدة طويلة لأنه مخرجك وخلاصك هو مع القطاع الخاص. نعم. طيب احنا في ختام هاي الحلقة اعزائي المشاهدين
اسمحوا لي اشكر معالي الحاج حمد الطباع رئيس جمعيه رجال الاعمال، وهو ايضا يعني وزير وعين سابق وما شاء الله تاريخ، وكان لقاء ممتع. شكرا لكم في وفي النهايه دمتم وبرعايه الله. شكرا. شكرا اخي عصام على هذه، ان شاء الله والله يحمي الاردن مره ثانيه، ومباركه مره ثانيه جلاله الملك لقواتنا المسلحه وجهاتنا الامنيه اللي نفتخر فيها. شكرا.